السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة خوخات. منا تكونوا بخير وعلى ألف خير وتم تشاهدوا هذا الفيديو. ما تنساوش خوتي خواتاتي اللي شاهد الفيديو لأول مرة ما ينساش إشراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلها كل جديد فيديوهاتنا. بسم الله، وما تنساوش خوتي جام ربي يحفظكم. اليوم غادي نجيب لكم شكون فينا اللي ما يبغيش يحول الكاوكاو إلى فستق، يعني بيستاش. اليوم جبت لكم كيفية تخدموها في الدار تحولوا الكاوكاو الى فستق يعني بيستاش، ولكن لازم يكون منقي، يعني قشور تاعه ما كانش. اذا جبتي الكاوكاو وعندك القشور يعني دخليه في الكوشة، دخليه في الفرن بلا ما يطير لهذيك القشرة الفوقانية وتطحنيه. اوكي، روحوا نطحنوا في رحبة ونرجعوا نكملوا الوصفة في رحبة. بعد ما طحنا الكاوكاو بهذا الشكل نروحو نكملوا الوصفه في رحبه. نجيبوا اناء صغير ونجيبوا الملون الغذائي غبره بلون الفستقي، يعني يكون بيستاش، وهنا عطر تاع البيستاش من الافضل يكون من نوعيه مليحه. من الاحسن انك تشتريه من عند مستلزمات الحلويات، يعمر لك بالديميل، يعني يعمر لك قرعه بديميل. وهذا لون الفستق، اذا ما كاش عندك لون الفستق يكون عندك غامق، يعني اخضر غامق، جيبي ملون اصفر وخلطيه معاه يخرج لك بلون الفستق. اوكي، بسم الله نبدو الوصفه. نجيبو 3 ملاعق صغار من الماء نحطوهم في الاناء الصغير هذا، ثم نضيفو ملعقتين من ملون الغذائي الغبره هذا بهذا الشكل، يعني طريقة سهلة جدا وسريعة في التحضير. ثم نضيف عطر البيستاش اللي هو الفستق، ولكن بشرط انك ما تكتريش بزاف، يعني ديري شوية، خاصة اذا كان عندها يعني ذوق مر شوية، فهمتيني؟ ما تكتريش هكا وما تزيديش. نحرك المكونات فيما بعضها البعض بشكل مستمر هكا، ويبقى لك واحد الحبيبات ما يدوبوش توع الملون الغذائي. معليش صفيه في الصفاية، بهذا الشكل. ونقوم بوضعه على الفول السوداني اللي هو الكاوكاو. انتي وكما تحبي درجة اللون اللي راكي باغيتها. فهنايا نقوم بدمج المكونات بأصابع الأيدي هكا باش ندخلوا اللون مليح في الكاوكاو. كيما راكي تشوفي غادي نزيد لها شويه ملون لانه خاصها شويه، حتى اللي نشوف خلاص ندمج اللون معاه ودخل في الكاوكاو ويكون مشمخ شويه، يعني مندي هكا. والان نجيب المول اللي يدخل الفرن، نكون شعلته على الفرن وغادي ندخل هذا الكاوكاو للفرن قد ما ينشف، يعني مشي حتى تحمريه حتى ينشف، ينشف معك بالكامل تخرجيه. اوكي، ومع التحريك المستمر ساعة ساعة يعني حركيه بالملعقة. الان راه وجد معايا، شوفوا كيفاش خرج شباب وكأنه فستق. هذا صالح للتزيين، يعني تزيني به ولا تعملي كحشوة. ونصيحة اختي، لازم تشتري العطر يكون شباب، لانه العطر يلعب دور كبير، ما يكونش من هذاك المر هذاك اللي ماشي شباب ولا يكون خفيف. شري من هذاك العطر اللي تشريه قرعه بديميل، فهمتيني؟ يتباع عند اللي يبيعوا
مستلزمات الحلويات. راه وجد معنا هذا الكوكاو على شكل فستق. اتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. الى فيديو اخر ان شاء الله، تبقوا على خير وتهلاو في رواحكم. سلام.